الرياضي الراجل السن فيه زي ما جاب الخط كذا صار انسان محترم. كان سابع يوم من ايام الاحتفال بتاعي سألني بقعد يعني، فقلت له لا شكرا مش عايز. انا كده كنت واحد من المساجد الشاويش اللي في الاسلام ضربني، فقررت ان انا بعد كده مش هطلب منه اي حاجه. فقلت له لا شكرا، ما اعتقدش ان انت هتعمل لي حاجه فمش هينفع. قال لي طب اطلب ولو انا اقدر اعملها هعملها، وقالها لي بصوت اخ وحسيت. انا بقالي 7 ايام ما استحملتش وجسمي كله قشف وحبوب وحاجات خراب وحاجات عفنت يعني، وعايز اخد. فقال لي كمان سألني معاك هدوم؟ لا ماشي. قال لي انا هديك هدوم، اداني هدوم من بتاعته الشخصية على فكرة. فانا فاهم ان السيستم فيه مشاكل، بس في بني ادم جوه زي البني ادم ده جوه الخط الوش اللي انا خدته ده، وش ايه جردل مع يعني مش عايز اقول لك معفن وميه بتتحط كده على الراس، وبعديها بيجي بتاع رمى يشوف عملت لي عيني بس ومع ذلك الوش ده احيانا وداني في حته تانيه. رجعت تاني للمكان الوحش بس حسيت ان في امل، خدت نفس مش نفس، حسيت بحاجه كويسه كأن حاجه مش فاهمها، ان ممكن يبقى في ظابط قلبه عليا فعلا، وكان الظابط ده قلبه عليا ربنا يكرم. خاطر الظابط ده نسيت اسمك يعني، قبل ما امشي من السيف حضنتني والمصحف بحبه. وسيبك من الاجانب الوسخين اللي بيقول لك ستوكهولم سيندروم، ده ستوكهولم سيندروم ده عند امهم، انما انت اخويا على نفسك تقول، تحاسب نفسك تقول لا ده الواد ده يعني اللي دخلك الاوضه بتاعتي الحبس بتاعي بعد 7 يوم عشان تسال انا عايز ايه. كنت جدع وانا مش هقول زيهم، ده هو اللي بيخطط يعمل. لا انا عارف ان انت كنت عارف ان انت دخلت تتكلم تدردش، حسيت مش مهم اي حد تاني يقول ايه، لان انا حسيتك وانا بكلمك اهو. لو انت سمعتني النهارده بالله عليك تقول لهم مش انت كنت دايما تقول لي في السجن لما دخلت لي كذا مره ان انا ما بقولش افكار بناءه للبلد؟ طب والله انا هقول لك اهو افكار بناءه وانا مسميها طائفه. تعال نعمل يوم في الشهر يا داخليه، يوم في الشهر، يوم في الشهر انت بتختاره وزاره الداخليه سبيشال كده تفك عن الانسان. زي مثلا ايه؟ مثلا نعمل ان كل اللي في قلبي واطلعه من قلبي زي ما هو، حتى لو مش شايف، انت مش شايف، مش عاجبك الشتايم، وش اهو زي ما انت شايف، مش بحاول اجمل شكلي، عيني اهو منعمشه ومقفوله والنور الاضاءه مش حلوه في العربيه، وقاعد اهو كده متبطل، الساعه دلوقتي 5:15 الفجر وانا نايم 3 ساعات. دلوقتي ظروفهم صعبة ازاي جوه، والظروف الصعبة مش عشان اللي ماسكهم شايفين زي ما انتم بتقعدوا تصوروا، هو طبعا مش شايف في الظروف الصعبة، هو كل واحد عمال يفتري على اللي قدامه بان هو ما بيحترمش ان هو عنده تجربة مختلفة واحتمال يكون بيحكم عليه غلط من عدم فهمه. الظابط ده ظروفه صعبة على فكرة جدا، وانت بتزايد عليه طول الوقت كمواطن. انت مثلا لما بتقعد تقول ان المجتمع بيبوظ، طب هو انت تفتكر مش لما المجتمع بيبوظ الجريمه بتزيد؟ طب انت تفتكر لما الجريمه بتزيد بشاعه الجريمه مش بتزيد؟ طب انت تفتكر لما بشاعه الجريمه بتزيد الانسان اللي طول الوقت حقق في بشاعه الجريمه دي مش نفسيته بتتاذي؟ طب البني ادم اللي كل شويه نفسيته بتتاذي ده مش بيتعصب وبيتضايق ده كويس ان في ناس ماسكه نفسها؟ حاولوا تفهموا ان الموضوع اعقد بكتير من انك انت قاعد عمال تحكم. الآية بتقول إن الحكم إلا لله، أنت المفروض تصلح من
كل الأديان حتى في البوذية. فاخواتي في الجهاز الداخلية انتوا لازم تعرفوا ان انتوا اخوات، واحنا انا ببص لك، انا ما مش هتكلم باسم ناس تانية، انا عارف ان في ناس تانية عايزة تشوفك مقتول، وانا عارف ان في ناس تانية عايزة تشوفك متبهدل او عايز ينتقم منك ويبقى سعيد جدا ان انت حياتك تبقى صعبة. انا مش كده، انا مش من دول. انا عايز اشوفك كويس وخير، حتى لو اعتديت عليا مش مشكلة، طالما اشتغل ما يبقاش فيها اعتداءات. طب وليه؟ وليه لا؟ وبالمناسبة حتى لو انت مش قادر تبطل اعتداءات عليا دلوقتي، وانا مش قادر ابطل قلة ادبي، طب نسامح بعض، نعمل مساحة نقرب من بعض شوية، نبني ثقة قريبة من بعض. مساحة المشترك بيني وبين جهاز الداخلية المصرية كبيرة، لأن أنا مصري ويهمني أمن البلد، ويهمني سلامتها، ويهمني إن البلد دي تبقى أمن وأمان. ولكن أنا مش همشي بمزاج الداخلية، أنا ما بمشيش يعني أنت ما ينفعش مثلا ناشط سياسي ولا اي اسم، انا بقى صراحه بكره اسم ناشط سياسي، ده اسم مقرف. ما تطلبش من واحد مواطن بيتكلم ان هو يقعد يتكلم عن الانجازات بتاعت الداخليه ويكتب ان في مش عارف ايه وفي ايه، لا. بس ممكن تعمل انت خطوه حلوه وتعملها بشياكه وبطريقه ذوق، واحنا على فكره نستذوقها، نطلع نتكلم من قلبنا عنها. اشكرك والله العظيم، ما عندي مشكله اطلع اشكرك. ليه؟ لان انا بحبك، انت اخويا، اخويا ظابط الداخليه، انت اخويا وانت ابويا، اللواء ده ولا العميد الارتكاب الحرب ولا الكبير ده اللي عنده 70 سنه و60 سنه فوق ده في سن الوالد، ياخد مقام الوالد لو يستحق، لو بيتعامل معايا تعامل الابن. ولكن برضه ده اسمها قانون ودستور، مش انت شيا ابو ابن فانت تغلط وتقول لي انا ابوك بحاسبك، ما ينفعش تحاسبني. احنا اخوان برضه، ربنا للبلد اللي اهم من اي دستور واهم من اي قانون. وانا حبي للبلد على فكره بيبان في اللي مش في اللي بعمله، لا، بيبان كمان في اللي ما بعملوش. وحاولوا تلاحظوا بقى الداخليه بقى، حاولوا تلاحظوا وتقدروا، حاولوا تلاحظوا وتقدروا الفرق بين الناس. ما تقاولنيش الراجل بتاع الداخليه العقيد رأفت الجوهري، لما خاطب رأفت الجوهري الله يكرمه، اللي هو كان بيحقق معايا في 2008 ولا 2009، تعب لان هو مش عارف يصنفني ايه، كان عايز هو جاي له البلاغ ان انا اسلامي، لقى واحد بيقول لي بتسلم على الست قلت له ببوس كمان. فقال ما ضحك، لا قلت له بحضنه، ما قلتلوش ببوس، قال لي بتسلم على الستات قلت له بحضنه كمان، وقعدت اضحك فضحك، قال لي معلش هي بس اصل هو لازم تتسال الاسئله دي، ويضحك. وبعدين قال لي بتكفر الحاكم؟ فقلت له بص حضرتك، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ فهو استغرب، يعني هو بيسالني انا بكفر الحاكم يعني بكفر مش الجارك، فانا بساله انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ فقال لي، قلت له لان انت شفت في الباسبور ان انا رحت حضرت ماتش الاهلي في 2006. فانا واخد فيزا مطلوب فيها زياره للدوله التونسيه، واخد بالك، ومباراه، حضور مباراه كره قدم، باسبور. فقلت له يا باشا لو انت اهلاوي، انا لو منك اقول ان انا ما بكفرش الحاجه، زملكاوي بصراحه لو انا منك شفت واحد اهلاوي لا هقول له بكفر الحاجه، حتى لو هو بيقول انه ما بيكفرش. فقعد يضحك لان هو برضو هو فاهم كده اللي فيها. وبعدين على فكره في اخر القعده هم كانوا حاطيني في قائمه تراخم الوصول، في اخر القعده قال لي على فكره انا هحاول اساعدك تطلع من قائمه تراخم الوصول، بس ولا ساعدني ولا عمل حاجه.